السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما وعدتكم خاوتي اليوم ديسيديت ندير الفيديو اللي قلت لكم عليه تاع نحكي فيه تجربة تاعي في هذا المعتر تاع سيتروا ان 475 شوفوا. هذا اللي يركب دونك على 206 207 يركب في سيتروا. مشكل موتور مش معروف، مشكل تاع نتاع السخانه نتاع جوان كيلاس، يروح لهم جوان كيلاس بزاف، تولي فيه السخانه، لا بريسيون في القرعه، لا بريسيون في ديريت هنايا، يولي نقص لك المساعات. دونك انا نصيحه تاعي الاولى اللي نقولها لاي واحد عنده الموتور هذا، سواء شراها جديده ولا كانت عنده من قبل، يتوله الحاجه اللي هي ايسونسيال بزاف في دوره التبريد نتاع الموتور اللي هي البومباو. خاوتي انا كانت عندي لا بومباو، نمشي بهذه شوفوا كيفاه ماشيه. كان عندي مشكل نتاع جوان كيلاس، كنت كنجي نبرجي الماء من هنايا تبرجه نورمال، وانما تبقى لي ديريت منفوخين هنايا والماء هنا يطلع ولا بريسيون توجور صباح مع تحلها وهي بارده يطلع الماء، يكون هابط الماء، النيفو تاع الماء يكون هابط هنايا، يولي يطلع حتى لهنا. دونك كاينه بريسيون مزاد كاينه في السيركوي تاع ريفرواديسمون. المشكل اللي ديروا البومباو هذه ما تخليكش ديكوفري بلي راه عندك جوان كيلاس، لاه لانه لا بريسيون تاع الماء ما سيركيليش مليح، دونك الجوان كيلاس ما تقدرش تفوق به. اول حاجه درتها انايا نحيت الجوان كيلاس، نحيته لقيته مسوس على كل حال، سوديته ومسحته عند التورنور. بعد ما ركبت جوان كيلاس جديد وركبت الجوان كيلاس تاعو، بقى لي مشكل نتاع السخانه شويه. الجماعه اللي عندهم سيتروا هذه 2000 ايسونس هما كانش ليغوي تاع السخانه، دونك ما تقدرش تعرف اسكو السياره تاعك راه تسخن ولا لا، مي تقدر تفيري فيه هنايا في لي ديريت، تحسها باللي شويه كاينه بريسيون هنايا، وساعات تلقى حتى لا ديريت هذه ديلاطات، تلقاها منفوخه، تحس باللي كاين الهواء بزاف هنايا، والماء كالعاده يطلع هنايا، والصباح كي تجي تفيري فيه الماء تحل البوشون يطلع النيفو تاع الماء حتى لهنا ساعات، وكي حتى يترفوا لي بالك لعاد عنده جوان كيلاس محروق. اول حاجه ثاني حاجه تفيري فيها بعد لا بومباو هي ترموستا. الترموستا اللي حكيت عليها في فيديو قبل يا خاوتي، هذه الترموستا لازم تكون في الاوريجينال. هذه انا شريتها بمليون وخمسين الف، كل واحد دوكا صديبون كل جهه شحال راها تباع عندكم، انا شريتها بمليون ونص. بقات دير لي هذه الترموستا، بقات دير لي في لابريسيون هنايا في لي ديروت، والماء توجور يطلع. تروح ميكانيسيان تقول له بلي راه عندي الماء يطلع هنايا، يقول لك نورمال، راها تمشي نورمال، يمسلك لي ديريت يلقاها شوي منفوخه، يقول لك عادي بريسيون عاديه. خاوتي في هذا الموتور ما تكونش كاينه بريسيون، ما تكونش كاينه لا بريسيون هنايا، التويو كي تمسو هكذا ما تحسش كاينه بريسيون اللي ما تخليكش تعبز على التويو هذا. دونك هذه الترموستا اللي راها تباع ب 360 بلا ما نذكروا لا مارك تاعها، يبيعوا فيها جماعة 360، كان يبيعوا فيها ب 280 مانيش عارف، كل كان يتباع ب 500. خاوتي من غير الاوريجينال الكود الريفرنس تاعها 1336Z2، هذه في السيتروين، هذه في السيتروين وفي البوجو، تطيح على 207 وتطيح على السيتروا. الريفيرونس 1336Z2 تقدر تلقاو الريفيرونس تاعها ايكيفالون في البوجو، مانيش حافظ دوكا على كل حال، وانما لازم تكون في الاوريجينال. من غير الاوريجينال راه ماشي راح تصلح لك
السيارة وراح تبقى تعاني توجور من المشكل نتاع لا بريسيون. هذه عتها المستقاوتي انا، هذه بالتجربة تاعي جربتها. ساعات تلقى ناس في اليوتيوب هم كاينين ناس يحكوا عليها، انت ما تأمنش مي انا بالتجربة خاوتي خسرت مليون، مي الحمد لله لقيت الريزلتا. هذه هي ثالث حاجة خاوتي، هذا الكوندنسور، هذا الكوندنسور تاع نتاع الكليماتيزور، ماهوش تاع الموتور، ماهوش يبرد الموتور، تاع الكليماتيزور اللي سيركلي فيه الغاز. خاوتي شوفوا الكوندنسور كيفاش داير، تقريبا الضوء كي ديروا الضوء هكذا ما يبانلكش الضوء تقريبا، فما بالك الهواء ما تصوص ديريكت، هذا يخلي لك الطوموبيل تحمى. هذا ويجي من لافون، هذا يجي من لافون، هاهوش انا عاودته جديد على كل حال. هذا ما يخليش الهواء يدخل للموتور، لانه كاين هو الاول اللي يجي هنايا هو الاول، ومن بعد يجي بعده الرادياتور نتاع الموتور، ومن بعد تجي فونتيلاتور. فونتيلاتور كي تنوض ما راحش تقدر تدخل الهواء الكافي اللي تبرد به الهواء اللي سيركيلي في الـ في الـ في الـ في الرادياتور. كاينه حاجه واحده اخرى ثاني خاوتي، هذه لابيب دو هذه تاع البلاستيك. هذه كاين ناس بزاف دير لهم مشاكل انها تفويتيلو الماء منها، كاين تتقبلوا منها تولي تفويتي. شوفوا انا كيفاش لقيت لي طاطاها، لي طاطاها كيفاش دايره، تولي تسيح لك الماء منها. كاين اللي تخلط له الزيت، الماء مع الزيت، هذه بلاصه الزيت هنا تجي الاربراكه، تولي تخلط له الزيت مع الماء. دونك انا ركبت وحده تاع حديد تاع الومنيوم، على كل حال لي صالحه الحمد لله ما يجدي لي حتى مشكل. كاين تفوتيلو ثاني منها من البرجور، هذا البرجور اللي هنا، هاهوش تولي تبرجي تفوتيلو منها. حاجه واحده اخرى، انا بعد ما عاودت الجوان كيلاص، لقيت الماء، لقيت لاباك هذه مطردقه من الجهه التحتانيه، يعني اذا بزال لك كيما نقولوا الهواء عاود جوان كيلاص ومزدت تلقى بلي لابريسيون كاينه، راح تكون كاينه فويت كالكو بار في السيركوي تاع الفرواديسمون. اغلب البلايص اللي تلقى فيهم الفويت تلقاها من لاباك هذه، سواء منا ولا من الجهه اللي منا ولا من تحتها، تلقاها تفويتي تريد دير لك الهواء تفويتي ثاني من هذه لابيب دو، هذه من البرجور تاعها ثاني اللي هنايا. كاين تفوتي لهم من هذه البلايص هذو، كاين تفوتي لهم من اللور وين يركب هذه لا دوريت اللي تخرج من الرادياتور وتروح للبلوك. كاينه واحد لابيب ثاني تفويتي بزاف، هاي تجي هنايا عند لابيب عند البومباو. كاين تفوتي له من جهه رادياتور شوفاج، او يجي هنا من تحت كيما انا عندي شويه فويت، هاهي شاي خضوريه تاع نتاع الجلاسيول. دونك واحد كود عنده الماء ينقص ما يروحش ديريكت لجوان كيلاص، يفيري في حوايجو. كاين امر واحد اخر نسيتو، الناس اللي عندهم لابريسيون هنايا في القرعه، يعني عندهم لابريسيون في القرعه، يعاود البوشون هذا البوشون يدير ب 90000، ها هو الريفيرونس تاعو 306 جي 5 البيض الاصلي فرنسا. هذا البوشون يدير دو بروبليم، كاين اللي يدير لهم بروبليم تاع يرفولي الماء، يولي الماء يسيح له من القرعه، يولي يسيح الماء من القرعه منا، وكاين اللي ما يسيحلوش الماء وانما يربي له لا بريسيون في القرعه، تولي عندك الضغط هنا لا بريسيون توجور صباح ولا كي تقاري ولا بعد ساعه ولا ساعتين تحل تلقى لابريسيون خرجت بزاف. وكاين فرق بين ساعات كاين الناس اللي دير لهم بريسيون خفيف هكذا ماهوش مشكل، هذيك يعطي تكون كاينه فويت ولا شاده الريح حاجه خفيفه، وانما كي تعود كاينه لابريسيون قاويه يبدل البوشون هذا. 90000 ماك خاسر والو، شريه في الاوريجينال، ها هو الكود تاعو كيما قلنا 306 جي 5. ان شاء الله نكونوا نسينا حتى حاجه. دونك
نديرو ملخص خاوتي. لا بومبا هو لا بومبا ما تستهزاش فيها. هاي كيفاش تلقاها لا بومبا؟ بدل لا بومبا تاعك، بدل الترموستا، شوف اذا عندك شي مفويت هنايا في لا بيبدو هذه، هذه دير جوه 900 متر ثاني. لما زاد عندك لا بريسون ثاني بدل البوشون، ومن بعد فيريفي كاش ما كاينه فويت في السيركوي تاع الماء، في لي دوريت، في الرادياتور. هذه طرد قلت لي زوج مرات كي كان عندي جوان كيلاس، تلقاها سوا من تحت سوا من فوق. تفيري في الرادياتور شوفاج جاي لداخل كيما وريت لكم من قبل، وان شاء الله ربي يصلح ان شاء الله. داكش ما نسيت والله اني نزيد ندير فيديو ان شاء الله باذن الله المره الجايه. بالتوفيق والسلام عليكم.